أهلا بكم في هذه المتابعة الجديدة من برنامج العالم ينتخب، نواصل فيها متابعة أهم مستحقات الاستحقاقات الانتخابية في العالم. وفي حلقة الليلة نتوقف مجددا في أوروبا، حيث تستعد الانتخابات البرلمان الأوروبي القادمة وسط توقعات بتصدر اليمين المائل للتطرف لهذا المشهد الانتخابي، كما نتناول أيضا آخر تطورات الانتخابات الرئاسية الإيرانية القادمة. أهلا بكم، سنعود بعد قليل. تقدم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، وهو الرئيس الإيراني السابق، بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في إيران، وأفادت وكالة مهر الإيرانية بتقدم 17 مرشحا لدى لجنة الانتخابات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نهاية الشهر الجاري. لم يستغرق الأمر وقتا طويلا بعد مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية حتى تصدر المشهد الانتخابي الحياة السياسية في إيران. فبعد أيام من مصرع رئيسي ووزير خارجيته حسين عبد اللهيان، تم الإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 28 من الشهر الجاري. ومنذ فتح باب التسجيل للترشح لخوض غمار المنافسة في الانتخابات 14 بتاريخ إيران، برزت وجوه قديمة وسياسيون أبعدوا عن سدة الحكم، وأثار بعضهم الجدل في فترات سابقة، مصحوباً بأنصاره. ووسط هتافات مؤيدة ظهر الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد في مقر وزارة الداخلية في طهران من أجل تسجيل ترشحه للانتخابات الرئاسية. نجاد الذي اشتهر بخلافاته مع المرشد الإيراني علي خامنئي، أعلن في تصريح عقب تقديم أوراقه أن كل مشاكل البلاد يمكن حلها وفق التفاعل البناء مع العالم. بل وحاول نجاد بدء حملته الانتخابية مبكراً، فعمد إلى توجيه خطاب شعبي حول الوضع الاقتصادي لإيران، والذي وصفه بأنه صعب لغالبية المواطنين. ولا يزال نجاد في انتظار لجنة صيانة الدستور لإقرار القائمة النهائية للمرشحين، خاصة وأنه قد سبق له أن منع مرتين من خوض الانتخابات عامي 2017 و2021. علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني السابق وأحد القادة البارزين بالتيار المحافظ، قدم هو الآخر أوراق ترشحه في السباق الرئاسي في محاولة جديدة للتنافس على المنصب بعد منعه في 2021 من الترشح. قائمة الترشح ضمت كذلك وحيد حقانيان أحد القادة السابقين في الحرس الثوري الإيراني والمستشار الخاص للمرشد الإيراني علي خامنئي، والملقب داخل طهران بالجنرال الكتوم. لا تزال الأسماء تتوالى، وفي انتظار كلمة حسم من لجنة صيانة الدستور التي من المقرر أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين. يأتي هذا على الرغم من توقعات السياسيين داخل البرلمان الإيراني بأنه من المبكر تحديد فرص الإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية، في ظل عدم التوافق بينهم على مرشح بعينه، ومسعى المرشد علي خامنئي ليكون الرئيس القادم من التيار المتشدد، مما يفرض تساؤلات حول كيف ستكون ملامح المرحلة المقبلة. هل ستكون صعوداً جديداً للإصلاحيين؟ أم تعزيزاً لقبضة المحافظين؟ ينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية. سيد الفاضل، 17 مرشحاً تقدموا بأوراق ترشحهم لدى لجنة الانتخابات، ما هي قراءتك في تفاصيل هذه الأسماء التي تقدمت؟
مساء الخير على حضرتك أستاذ تامر وعلى جمهور القارة الإخبارية الكريم. بالتأكيد حتى الآن لا يوجد جديد في هذه المرة فيما يتعلق بالذين انتهوا ترشحهم أو الذين ذهبوا إلى وزارة الداخلية الإيرانية للترشح، سوى شخص واحد فقط حتى الآن، هو الشخص الذي يمثل مفاجأة من العيار الثقيل، وهو وحيد حقانيان كما تفضلتم في التقرير المهم. وحيد حقانيان هو الشخص المفاجئ حتى الآن، لأن كل الباقين تقريبا بالكامل ترشحوا قبل ذلك أو أعلنوا ترشحهم قبل ذلك، والآن حتى قبل الهواء مباشرة قرأت خبرا في الصحف الإصلاحية أن إسحاق جهانجيري سوف يذهب غدا، وغدا هو اليوم الأخير، وسوف يتقدم بأوراق ترشحه إلى هذه الانتخابات الرئاسية كمرشح عن طيار الإصلاحيين. نعم، إسحاق جهانجيري حتى الآن ليس هو الشخصية الإصلاحية الثقيلة الوازنة مثل حسن روحاني أو محمد خاتمي أو محمد جواد ظريف، لكن نوعا ما التيار الإصلاحي وتيار الشبان في الجامعات وما إلى ذلك يلقي عليه بالمسؤولية لتحمل غمار خوض هذه التجربة الانتخابية الصعبة جدا والشرسة جدا في ظل أسماء مثل سعيد جليل ومثل علي الرجالي وهؤلاء الشخصيات العتيدة في السياسة الإيرانية. وهل في ظنك خصم الأمر لصالح اسم من الأسماء حتى وإن كانت من الأسماء البارزة كالرئيس أحمدي نجاد؟ حظوظ التقرير وبعض التقارير الأخرى الذي أذعناه وبعض التقارير التي تحلل هذا المشهد الانتخابي قالوا بأن ثمة خلاف بين أحمدي نجاد والمرشد الأعلى، إلى أي مدى صحيح هذا التقييم وإلى أي مدى يؤثر إن كان؟ هو محمود أحمدي نجاد حكم إيران كرئيس للبلاد فترتين رئاسيتين من 2005 حتى 2013. من 2005 حتى 2012 كان محمود أحمدي نجاد على خط الإمام تماما، أو كما يعرف في إيران على خط خامنئي تماما، ويقبل يده وكلام من هذا القبيل. في آخر عام في الفترة الرئاسية الثانية نوعا ما بدأ يتخذ مواقف ضد النظام ويقول تصريحات لاذعة جدا ضد الجمهورية الإسلامية، لدرجة أن وكالة إحدى الوكالات الإيرانية الرسمية التابعة لحرس سوي وصفته بأنه له ميول يهودية وأن أمه من أصول يهودية وكلام من هذا القبيل. ثم إنه قال تصريح حاد جدا وبارز جدا قبل يعني سنوات إن إيران مخترقة أمنيا إلى أعلى مستوى، لدرجة أن مسؤول إدارة مكافحة التجسس الإسرائيلية في وزارة المخابرات الإيرانية هو أصلا عميل لإسرائيل، قال ذلك علنا ورسميا في موقعه الرسمي، وطبعا كل وسائل الإعلام الإيرانية وقتها نقلت عنه هذا الكلام، ما طبعا صب عليه يعني غضب وجام غضب الوسائل الإعلام الأخرى المحافظة في إيران. فبالتالي نعم، الحالة بين أحمدي نجاد وعلي خامنئي ليست على ما يرام، علما بأمر في منتهى الأهمية والسامر، وهو أن محمود أحمدي نجاد يظل حتى هذه اللحظة عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، وهو أحد المؤسسات الدستورية المهمة جدا في إيران، وبالتالي الرجل نوعا ما أراد بشكل أو بآخر أن يحافظ على شعرة معاوية مع النظام الإيراني في القلب من هذا المستوى الكبير جدا من الحكم. نعم، ما كان يمثله الرئيس إبراهيم رئيسي من طيار سياسي محافظ تم الحديث بشأنه بعد حادثة سقوط الطائرة التي كانت تحمله، هل إيران تريد تكرار هذه التجربة بهذه الأيديولوجية لقادم الأيام فيما يتعلق بما تخطط بشأنه إيران، أم أنها تحتاج إلى وجه جديد؟ أتفق مع حضرتك في الجزء الأول من التحليل. طبعا إيران ستواصل السير على نهج إبراهيم رئيسي بالحرف الواحد، لأن أصلا الذي يصنع السياسة الداخلية والخارجية في إيران وفقا للمادة العاشرة بعد المئة من الدستور الإيراني هو المرشد الأعلى لإيران، رئيس الوزراء رئيس الجمهورية في إيران هو بمثابة يعني رجل تنفيذي، هو رئيس حكومة ورئيس سلطة تنفيذية، شأنه شأن رئيس الوزراء في الأنظمة الرئاسية الديمقراطية. فبالتالي نعم، إبراهيم رئيسي كان شخصا وازنا، كان مرشحا أن يكون مرشدا ثالثا محتملا بعد علي خامنئي لو توفى أو يعني تغيب أو ما إلى ذلك، لكن بالتأكيد الشخص الذي سوف يحل محل إبراهيم رئيسي لن يختلف تماما عن إبراهيم رئيسي، أخذا في الحسبان أمر في منتهى الأهمية، وهو أن إبراهيم رئيسي ومن في المرشحين تنطبق عليه هذه الصفات المرشحين 17؟ رأيي الشخصي أن أكثر شخص موجود الآن شبيه جدا بإبراهيم رئيسي هو سعيد جليل، من حيث التكوين، من حيث أنه عمل مع إبراهيم رئيسي فترات طويلة، من حيث أنه كان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، من حيث أنه ما يزال حتى الآن عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، من حيث أنه مقرب للغاية من علي خامنئي ومن مكتبة خامنئي نجل المرشد،
كل هذه الأمور تضع سعيد جليلي كرجل بديل لرئيسي. لكن أيضا هناك نقطة جوهرية، وهو أن سعيد جليلي شعبيته في الداخل الإيراني ليست مثل علي الرجاني مثلا أو مثل باقة كليباف، وطبعا الجميع لا يقارن بأحمد نجاد، لدرجة أننا اليوم سستمر بعد الظهر إحدى وسائل الإعلام الإيرانية نشرت استطلاعا يعني للرأي حول المرشحين، فوجدت أن أحمد نجاد بفارق 4 أضعاف عن أقرب منافسيه وهو علي الرجاني. وهذا يعني أن أحمد نجاد له شعبية كاسحة لدى أوساط متدينة وأوساط شعبية ما في إيران، وهو ما يجعل من أحمد نجاد هو المرشح الأفضل للمجتمع، لكن لا. سعيد جليلي هو المرشح الأفضل لولاية الفقيه. من العاصمة المصرية القاهرة الدكتور محمد محسن أبو النور الإخصائي في السياسات الدولية، شكرا لك سيدي على قبول دعوتنا. ونتحول إلى أوروبا، حيث يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في الفترة من 6 وحتى 9 من يونيو القادم لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي في الدورة القادمة. ويلعب الأعضاء الفائزون في هذه الانتخابات والذي يبلغ عددهم حوالي 720 عضوا سيلعبون دورا هاما في إدارة الاتحاد الأوروبي، حيث سيعملون على سن قوانين من قضايا تشمل أهدافا مثل خفض الانبعاثات الكربونية والقواعد الخاصة بالبنوك في عموم أوروبا. قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن الانتخابات القادمة قد تشكل نقطة تحول نحو حكومة يمينية في عموم أوروبا. وأضافت ميلوني في التجمع الأخير لحزبها أخوة إيطاليا بالعاصمة روما، قالت إن فوز أحزاب اليمين سيجعل الانتخابات نقطة تحول، مؤكدة بأن هدفها هو أن تحقق بروكسل ما حققته روما سابقا. يتوجه الناخبون الأوروبيون إلى صناديق الاقتراع في الفترة من 6 إلى 9 من يونيو لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي في الانتخابات المقبلة. ويلعب الأعضاء الفائزون في الانتخابات وعددهم 720 عضوا دورا محوريا في إدارة الاتحاد الأوروبي. وتعد الانتخابات المقررة هذا العام ذات أهمية كبيرة بسبب احتمالية حدوث تحول سياسي حاد نحو اليمين، ما يعني أن السنوات الخمسة المقبلة ربما تشهد اتجاها للابتعاد عن الأولويات البيئية التي حددها الاتحاد الأوروبي لزيادة الدعم في مجالات التصنيع والأمن والزراعة، بالإضافة إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الهجرة. وتواجه الألمانية فوندرلاين التي ترغب في الحصول على فترة جديدة كرئيسة للمفوضية الأوروبية منافسة شرسة هذه المرة بعد ترشح رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. ورغم تقدم حزب الشعب الأوروبي اليميني الوسطي في استطلاعات الرأي، إلا أن أرسولا تحتاج إلى تأييد زعماء أوروبيين مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبعد الانتخابات يتعين على البرلمان الأوروبي الجديد الموافقة أو رفض المرشحين لرئاسة المفوضية والمفوضين الوطنيين 27 الذين سيقودون الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الخمس المقبلة. ولم تبتعد الحرب في قطاع غزة عن الانتخابات المقبلة، حيث ترغب إسرائيل في تقدم اليمين المائل للتطرف في الانتخابات المقبلة من أجل الحفاظ على تأييد أوروبي في حرب الإبادة التي تشنها على القطاع. من العاصمة الفرنسية باريس، السيد عبد الغني العيادي الخبير في الشؤون الأوروبية والمستشار السابق في البرلمان الأوروبي. سيد الفاضل أهلا بك على شاشة القاهرة. ابتداء، هل ما يقال بشأن احتمالية أن يفوز اليمين في هذه الانتخابات هي رغبة من داخل أوروبا أن يتحول البرلمان الأوروبي إلى اليمين، أم أنه محاولة لاستقراء المزاج العام الشعبي تجاه هذا الأمر؟ كيف تقيم الطرح بين الفكرتين؟ تحياتي أستاذ تامر، تحياتي وشكرا على الاستضافة. إنها لحظة حزينة بالنسبة للاتحاد الأوروبي وبالنسبة لأوروبا والشعوب الأوروبية. لحظة حزينة لأن 30 سنة قبل هذه الانتخابات لم نكن نتصور أننا سنصل إلى هذا الحد، وسنصل إلى حد أننا ننتظر أغلبية في الانتخابات الأوروبية، أغلبية تعطى لخط أوصل أوروبا إلى ما لا يمكن أن يوصف من مهازل تاريخية ومن صراعات دموية
ومن ذنوب تاريخية لا تزال تدفع ثمنها بما في ذلك في غزة وبما في ذلك في علاقات الاستراتيجية. ما كنا نتصور يوما أن يصل النقاش السياسي أو الحوار السياسي إلى هذه الدرجة، بمعنى أن الأمم تتطور والواقع أن أوروبا تدحرجت إلى الوراء وإلى الخلف، واستطاعت الرداءة أن تستولي على المشهد السياسي العام سببا ولآخر، وأصبحنا اليوم نخاف ونهاب أن يكون اليمين الشعبوي في محل مفاوضات ومحل سيد عبد الغني على الرئاسيات. نعم سيد عبد الغني، على الانتخابات. نعم سيد عبد الغني، بل على الرئاسيات. اسمح لي، أتمنى أن تكون تسمعني بوضوح. تتحدث أننا نخشى، هكذا تحدثت، بأننا نخاف، وأنه قياسا بالماضي الوضع الآن ليس كالوضع في السابق. من يتخوف، أنت كغريب عن المنظومة والنسيج الأوروبي أم الأوروبي في ذاته؟ من يتخوف من هذا التحول؟ لا أعتبر نفسي غريبا عن الوضع، فأنا مواطن وأؤمن بمواطنة الإقامة وأدافع عنها سياسيا، وأنا جزء من هذا الوطن ومن هذه القارة، أبا من أبا وشاء من شاء. عظيم. نحن لا اعتراض على ذلك في هذا السؤال، ولكن نعم. طالما أنت نعم. جزء، طب تسمح لي بالسؤال، طالما أنت جزء من هذا النسيج، من الذي يخشى من هذا التحول داخل قارة أوروبا بالاتجاه ناحية اليمين؟ سؤال آخر حتى أترك مساحة الاسترسال إلى مداها، في تقييمك ما الذي أدى إلى أوروبا أن تنتهج هذا النهج؟ ولماذا وصفت بأن العنوان اليميني سيؤخر أوروبا ولا يسعى إلى تقدمها؟ هذه مجموعة الأسئلة التي أتقدم بها لك. أقول نخشى ذلك لأن نحن كشعوب أوروبية، نحن كقوى سياسية ديمقراطية، نخشى على الديمقراطية من اليمين الشعبوي، لأن اليمين الشعبوي خطر على الديمقراطية وخطر على التنمية، لأننا لا نحكم ولا ندبر أو نتدبر أمور الدول بشعارات جوفاء لا مضمون لها ولا ميزانية لها ولا أغلبيات لها، بل فقط شعارات تقسم وتمزق ما لم يكن في الحسبان أنه يمزق، إذ بني الاتحاد الأوروبي من أجل جمع الشمل ومن أجل استتباب الأمن والاستقرار، وليس لزرع فتيل أو فتيل الصراع. هذا من جهة. إذن اليمين الشعبوي تهديد للاستقرار، تهديد للأمن، تهديد للتنمية، لأننا لا نحكم بالشعارات، وبرامجهم ليس لها ما يمكن أن يعطيها القيمة السياسية التدبيرية لما للبرامج السياسية. وطالما سيد الفاضل الشعوب ترفض ذلك، لماذا ستنتخب الشعوب اليمين؟ الشعوب في حالة رد فعل لأزمة. يقول بعض الفلاسفة من كارل ماركس أن الأزمات تسرع الثورات، وقد تكون ثورات سلبية، وهذه ثورة سلبية على الحاكم وعلى مدبر شؤون الدول الأوروبية الذين لم ينجحوا في وضع الاتحاد الأوروبي في الموقع الذي وعدوا به، أي في الموقع السياسي ككيان سياسي يضمن الحقوق البيئية ويضمن الحقوق الاجتماعية ويضمن حقوق الإنسان إلى غير ذلك من الحقوق. فوجدوا أنفسهم أمام حكامات ودول قهرتهم سياسيا، لنعطي مثال فرنسا، وهي التي ستكون أكبر مفاجأة، أكبر خطر يهدد فرنسا ولا بلد آخر، ليس ميلوني، ميلوني هي في الحكم حاليا، بل فرنسا التي إذا جمعنا حسب استطلاعات الرأي الأخير، إذا جمعنا نسب القوى الشعبوية سنجد أنها هي الحزب الأول، ويتجاوز بالضعف حزب إيمانويل ماكرون الذي يوجد في الحكم. ولو تم التحالف مع كل القوى لا نجح اليمين الشعبوي المتطرف. إذن هذا هو الخطر، وهذه هي المأساة.
في هذه المأساة على فرنسا أم على عموم أوروبا؟ المأساة على فرنسا لربزيتها، والمأساة على أوروبا لدور فرنسا داخل الاتحاد. بماذا أضرت جورجيا ميلوني؟ بماذا أضرت جورجيا ميلوني بيمينها على سياسة إيطاليا ومن ثم على سياسة أوروبا حتى نتخذها مقياسا على ذلك؟ عذرا لم أسمع سؤالك. سيد الفاضل، أنت استشهدت بجورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية بأنها تنتمي إلى اليمين، ماذا فعلت سلبا في سياسة إيطاليا حتى نتخذ من ذلك سبيدا في القياس على ما قد يحدث في فرنسا؟ ميلوني كانت الشعلة التي أعطت كل هذا الوهج لليمين الشعبوي. لماذا؟ لأنها طبعت بشكل واقعي مع اليمين الشعبوي وجعلت منه تيارا عاديا يحكم حتى تحت قيادة رئيس إيطالي الشيوعي. يمين شعبوي لم يتخذ مواقف بنفس العنصرية، بنفس الخلفية التشاؤمية والخلفية العدائية لليمين الفرنسي مثلا. ميلوني أوضحت للعالم بأنها ممكن أن تحكم بشكل عادي، وأن تتعامل مع ملف الهجرة بشكل عادي، وأن تتعامل مع السياسات الخارجية بشكل عادي. فهنا يعني أخرجت هذه الشعوب من موقع التخوف الذي اشتغلت عليه الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات من أجل إخافة الشعوب من اليمين الشعبوي، فقالت لهم ها هو الدليل أن اليمين الشعبوي يمكن أن يصل إلى أعلى قمة، ولا يمكن أن يضع البلاد ومصير البلاد ومصالح البلاد في خطر. وهذا يشجع يمينا كان منبوذا في فرنسا، لأنه هو الذي كان منتظر، وهو الذي يمثل الرمزية في الانهزام الأخير للديمقراطيين ولليمين الليبرالي والليبرالي الديمقراطية والاشتراكي الديمقراطية والأحزاب الخضراء. إذن هناك تطبيع لعب أيضا فيه دور مهم الأزمات المتتالية. فجاءت ورقة التصويت على اليمين الشعبي كمعاقبة، كعقاب لمن هم في الحكومة وفي الحكامة، وليس بالضرورة اختيارا سياسيا واعيا. ولكن هذا العقاب ربما قد يعود بالضرر، بل بالأكيد سيعود بالضرر. المتفائلون يقولون بأن هذه الدورة لن تؤثر بالشكل الذي تقول به ميلوني أو لوبين أو بارديلا أو آخرون. يقولون بأن اليمين المحافظ نعم سينجح، وستكون هناك تحالفات مع الليبراليين الديمقراطيين ومع الاشتراكيين الديمقراطيين ومع الإيكولوجيين، إذن لن يمثل اليمين الشعبوي أي خطر. لكن دورة الانتخابات الأوروبية فيها 5 سنوات، إن لم ينجح هذه المرة واحتل المرتبة الثانية، فالمرة القادمة ستكون لا محالة العهد الجديد ليمين شعبوي أدى بأوروبا إلى 20 مليون ضحية وإلى محرقة ما يزالون يحترقون بآثارها. اليوم هم أمام تحدي ديمقراطي خطير، كانوا قد وقفوا ضد القوى الرجعية اليمينية المتطرفة الدينية في شمال إفريقيا، ولم ينتبهوا بأن الخطر أيضا كان عندهم، وهم اليوم لا يستفقون على هذا الخطر، بل هم كانوا يعملون على أي حال. يحتاج الأمر إلى تضارس عميق لضيق الوقت. أنا مجبر على شكرك عند هذه النقطة. من العاصمة الفرنسية باريس السيد عبد الغني العيادي، وأنت الخبير في الشؤون الأوروبية والمستشار السابق بالبرلمان الأوروبي، شكرا لك سيدي على قبول دعوتنا. جولة مراسلين على رأس الساعة القادمة مع دامر كردي، إلى هذا الحين وأبدا نستودعكم الله، إلى اللقاء.